لليوم الثاني على التوالي تواصل القافلة الطبية بقرية الشيخ عثمان بمركز الفتح بأسيوط أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد وقعت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 من المواطنين في 10 تخصصات طبية خلال يومين. كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. تأتي القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا. هنا بلا شك العيان بيستفاد، انت بتيجي لغايه عنده، مش بتكلفيه مواصلات، مش بتكلفيه انه يتنقل من مدينه لمدينه او من مكان لمكان او يضيع وقته او فين لما يوصل مثلا العاصمه في اسيوط، لا ده انت بتيجي لغايه عنده، بتشخصي له المرض بتاعه، بتساعديه، بتصرفي له علاج مجاني، بتكشف عليه في جميع التخصصات اللي هو عايزها. اكيد بلا شك هو بيستفاد. فحياة كريمة أفادت ناس كتيرة خالص، احنا بنكشف على الأقل 1000 واحد في اليوم. احنا بنخدم في المناطق النائية، عبارة عن مستشفى متنقل فيها كل التخصصات من بطنة وأطفال وجراحة، عندنا معمل طفيليات ومعمل الدم، عندنا أشعة، عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة برضو وخدمة الأسنان. كل الحاجات دي احنا عندنا بندخلها، عندنا في برنامج، عندنا برنامج التسجيل الطبي ده بندخل فيه كل البيانات اللي في التذكرة عشان نعمل احصائيات بتاعتنا، بالاضافة ان احنا عندنا صيدلية، الصيدلية دي فيها تقريبا النهاردة تقريبا احنا عندنا 72 نوع من انواع الادوية،